يا عم توبة سحام، ودي هتيجي علينا بالخساره، والقرشين ساغر اللي بناخدهم من المعرض مش هياكلونا عيش حياه. استنى بس دقيقتين ابقى معاك. استنى انت بتقطب معاك كلام ليه؟ انا جايبك ناخد وندي مع بعض في الكلام قبل ما الرجاله تيجي. يا عم مصلحه خلصها طياري واجي لك قبل ما يجوا. يا عم طب مصالحك دي اطلب لنا حاجه. خرب بيتك يا ميدو، ولا ما صدقت. الو ازيك يا ميدو، اخبارك ايه يا عسليه؟ وحشتيني قوي يا عزه، وحشتيني قوي. الدنيا من غيرك مراره. انت فين يا بت؟ ما طمنيني عليك. اطمن، انا بندوروا على شغل هنا في المحله، ويمكن نطلعوا على المنصوره او الاسماعيليه. شوف انا اول ما نرسف مكان هكلمك على طول. قول لي عامل معاك ايه اللي ما يتسمى؟ لا اللي ما يتسمى حاله متشقلب خالص، ده عايز يتوب يا بت. موتك حاسس فيه قوي، بعد شر عليك يعني. بقول لك ايه، ده اداني ورقه اللي ماسكها عليا. واداك الورق اللي مضيني عليها ولا؟ لا ما ادانيش. لا اما تلق، هو انت ولا مش بتقول انه تاب وشطانه مات؟ ما كان يديك الورق اللي مضيني عليه، ولا يروح يدفنه في تربه منار. على العموم اني الورق ده مش فارق معايا، يبل ويشرب ميته. خلي بالك من نفسك يا ولا. وبقول لك ايه يا ميدو، اوعى يا ولا تقع بالكلام مع اي حد وتقول انني لسه عايشه. عيب يا حب، ده انا سندانه نفدوكي برقبتي. بقول لك ايه، هكلمك تاني، هكلمك تاني. فيلم فيلم بس دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. ادينا جينا اهو حسب الميعاد. اهلا بالرجاله. قبل اي كلام لازم تسامحونا على اللي قلناه قدام المعلم حمو. احنا ما كناش نعرفوكوا، دي كانت اول مره نشوفوكوا فيها. مش هتبقى اخر مره ان شاء الله. لا هتبقى. لو ما جتش سكة قلت المكنة دي بتاعت مين؟ المكنة دي بتاعتي. كتاب وجاي في نوش. المكنة دي مسروقة. يعني أنا حرامي؟ والله أنا أسأل أمك بقى أضرب إيه. الله 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 الله، ده أنت كبرت ياض وتعلمت الغلط. صلوا على النبي يا رجالة، إحنا جايين نتفقوا مش جايين نتعاركوا. يا عم المكنة دي اتسرقت من عزة، وده وجوز الفرقة دول اللي سرقوها. كلم على قدك أنا. حمو اللي مسلطك يا حلاوة. خلص الكلام. ليه كبير يربيه؟ مين يا رجالة؟ سلام يا حنين. الله يخرب بيت امك، بوظت القعده. شفت يا ريشه؟ شفت عزه كانت شوافه، ما قالتلك ان ده مغرز من حمو. حمو هو اللي خد المكنه اللي فيها هو والعيال دي يا ريشه. يا عم الله يرحمها مطرح ما راح. ما تركز في الايام السودا اللي داخله علينا في وشنا دي.